اهلا بيكو. الفقره دي قبل ما نبدا في الاتصالات ونرجع تاني لموضوع امبوسيبل تو اي بوسيبل، او كما قال الفريق كامل الوزير وزير النقل في حضره عبد الفتاح السيسي امبارح. هنرجع للقصه دي ونسال حضراتكم هو ايه الامبوسيبل المستحيل اللي السيسي خلاه اي بوسيبل. فهنحاول مع بعض كده نتعرف على المستحيلات اللي حققها عبد الفتاح السيسي وحولها لاي بوسيبل جميله بصوت كامل الوزير. لكن قبل ده عايز بس اقدم لكم فقره بعنوان توأم ملتصق. توأم ملتصق، التوأم ده مش عارفين نفكه من بعضه ومش عارفين مين فيهم بيقلد التاني، لان هو في واحد فيهم اكبر سنا من التاني واقدم منه في الخطابات الغريبه دي. عزيزي المشاهد، اقدم لك التوأم المصري الملتصق عبد الفتاح السيسي ومرتضى منصور. تعالوا نشوف مع بعض خطاب مرتضى منصور امبارح اللي امتد 3 ساعات تقريبا، ونقارنه ببعض اللقطات اللي قالها عبد الفتاح السيسي قبل كده في سياق اخر، لكن الكلام تقريبا واخد من بعضه. نشوف اول فيديو كده ومرتضى منصور بيستحضر روح السيسي وهو بيقول له انت دارس الكلام ده، انت دارسه. نتابع. ياخد القرار المناسب في الوقت المناسب في اللي انت مش فاهمه. مش هفسر اكتر من كده. انت فاهم حد بيعمل كده ليه وما بيعملش كده ليه؟ انت فاهم؟ انت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ انت دارسه؟ ايه ده؟ انت دارسين الكلام اللي بتقوله ده؟ مرتضى منصور كان بيتكلم عن نفسه ان هو الرئيس الوحيد اللي بيفهم، ويجي لي واحد يقول لي مش عارف ايه، انت فاهم الكلام ده؟ انت فاهمه؟ عبد الفتاح السيسي لما قال لنائب البرلمان بتاع دمياط انت دارس الكلام ده؟ انت دارسه؟ الحقيقه مش عارف مين فيهم بيقلد مين، لكن زي ما قلت لك هو توأم ملتصق. بعدين مرتضى في خطابه امبارح ايضا استحضر روح السيسي في انه شريف قوي وامين قوي ووطني قوي ومخلص قوي. نتابع. ولا وصايا على مجلس الاداره الا ضميرنا وربنا سبحانه وتعالى وقضى جاي ربنا. امين معاكم وامين عليكم، واللي هيحاسبني مين؟ ربنا. هو ربنا وضميرنا وانا امين قوي وشريف قوي وكويس قوي. ما بين السيسي ومرتضى الحقيقه كان في متشابهات كتير، لكن دول ابرز اللقطات اللي عرفنا نلاقيها، لكن لقينا حاجه غريبه شويه، ويمكن دي اللي هتقدم لنا للامبوسيبل اللي بقى اي بوسيبل. الحقيقه عند السيسي في واحد امبوسيبل بيخليه اي بوسيبل اسمه كامل الوزير، وعند مرتضى في برضه واحد امبوسيبل بيخلي كل حاجه اي بوسيبل اسمه احمد مرتضى. تشاء الاقدار عزيزي المشاهد انه يقف احمد مرتضى ويقف كامل الوزير نفس الوقفة على خريطة مختلفة، تحسوا نفس الشخص. عشان كده بقولك ان التوأم ملتصق. اعرضوا لنا كده فيديو احمد مرتضى وهو واقف يشرح على الخريطة انجازات ابوه. ده عزيزي المشاهد مش كامل الوزير وهو بيقول impossible to impossible، ده احمد مرتضى منصور وهو بيتكلم على ابوه. طب نروح بقى من الخريطة دي والوش ده لوش ميري بقى، سيبك من المدني، نروح بقى للفريق كامل لو سمحتوا. اعرضوا لنا الفريق كأي وخريطة مشابهة وكامل الوزير هو اللي واقف بيتكلم في الامبوسيبل اللي خلاه بوسيبل. مرتضى منصور وعبد الفتاح السيسي وجهان لعملة واحدة فاسدة، عملة قمعية، عملة سليطة اللسان، عملة ليس لها شعبية ولا يحبها أحد، لكنها مفروضة فرض يعني بقوة البلطجة والدبابة. ده ما بين مرتضى منصور وعبد الفتاح السيسي.